تمام. الصف الخامس الابتدائي بإذن الله النهارده هنراجع أول درسين في الوحدة الأولى في مادة الدراسات الاجتماعية. تمام. طيب حد فاكر أول درس عندي كان اسمه إيه؟ أول درس عندي كان اسمه موقع بلدي. طيب إحنا فاكرين موقع بلدي ده يا ولاد كنا بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عن موقع مصر، وقلنا إن موقع مصر الموقع عموماً ليه تعريفين، في موقع اسمه الموقع الجغرافي، وقلنا إن الموقع الجغرافي ده موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، اللي هو أي مكان بالنسبة للمية واليابس، زي مثلا إيه؟ لما أجي أقول إن مصر يحدها من الشرق، عفوا يحدها من الغرب مثلا دولة ليبيا، تمام؟ طيب ويحدها من الشرق ده البحر الأحمر، يبقى كده ده موقع مصر بالنسبة للإيه؟ لليابس والماء، من الشرق في البحر ومن الغرب في دولة. طب ومن الشمال في بحر، برضه البحر المتوسط. طب ومن الجنوب في دولة اسمها دولة السودان، يبقى ده كده موقع مصر بالنسبة لليابس والماء. طيب كان في موقع تاني وهو الموقع الجغرافي، وقلنا إن الموقع الجغرافي ده موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، وهنقولها كمان شوية. طيب قال لي كمان إن مصر بتقع في الجزء الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، أهو زي ما أنت شايف عندك كده الجزء الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، وده ملتقى قارات العالم الثلاث أو قارات العالم القديم. إيه هم قارات العالم القديم؟ قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا، دول الثلاث قارات دول بنسميهم قارات العالم القديم. طيب إيه بقى أهمية موقع مصر ده؟ أهمية موقع مصر ده إن هو ساعد على سهولة اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ، خاصة بعد افتتاح ايه بقى؟ خاصة بعد افتتاح قناة السويس. طيب يبقى انت كده عرفت ان موقع مصر زاد اهميته بعد افتتاح قناة السويس. طيب حلو قوي الكلام ده. نيجي بعد كده بقى للموقع الفلكي اللي انا قلت لك عليه، ده موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ايه هم خطوط الطول وايه هم دوائر العرض؟ قال لي ان خطوط الطول دي انصاف دوائر وهمية. أنصاف إيه؟ أنصاف دوائر وهمية. طيب يعني ده مش دايرة كاملة، لا ده نص دايرة. طيب يعني إيه وهمية؟ يعني مش موجودة في الحقيقة. نص الدايرة دي بتكون رأسية، رأسية يعني واقفة بالطول كده زي ما أنت شايفة، الرأس يعني حاجة واقفة بالطول بتصل ما بين القطب الشمالي اللي فوق والقطب الجنوبي اللي هو اللي تحت. طيب حلو الكلام ده. قال لي بقى إن خط الطول الرئيسي منهم هو في الوسط في النص، خط اسمه خط جرينيتش. طيب خط جرينيتش ده وظيفته ايه؟ قال لي اول حاجه بيقسم الكره الارضيه لجزء في الشرق وبيقسم الكره الارضيه لجزء في الغرب. طيب درجته ايه؟ درجته صفر، يعني ملوش رقم. طيب قال لي كمان ان خط الطول اللي هو الخط الرئيسي ده زي ما انا قلت لك اهو، ان هو بيقسم الكره الارضيه لجزء في الشرق وجزء في الغرب وخطه صفر. المفروض يا مس المفروض يتقسم ل 360 درجة. لسه هنقول اهو يا ادم، انت عندك دلوقتي اهمية خطوط الطول دول ايه؟ اهمية خطوط الطول ان هما بيساعدوا على تحديد المواقع شرقا وغربا. يعني لما اجي اقول ان الموقع ده في الشرق، انا عرفت منين ان هو في الشرق؟ قال لي ان هو شرق خط الطول الرئيسي. طيب لو جيت قلت ان الموقع ده في الغرب، اعرف منين ان هو في الغرب؟ قال لي لان هو غرب خط الطول الرئيسي. يبقى مين اللي بيحدد لي الشرق والغرب؟ خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينيتش. اي حاجه على شرقه تبقى في الشرق، واي حاجه على غربه تبقى في الغرب، لان هو بيقسم الكره الارضيه لجزء في الشرق وجزء في الغرب. طيب حلو قوي الكلام ده. طيب ايه تاني بيساعدني على ايه؟ قال لي بيساعدني على معرفه فروق التوقيت ما بين الاماكن، وده لان لو تفتكر انا قلت لك ما بين كل خط طول والتاني فيه فرق 4 دقائق، يعني الحاجه دي عموما مش عليك بالظبط ان هي فرق ال4 دقائق، بس انا بقولها لك عشان تفهمها ان انت فرق زمن ما بين خط طول والتاني 4 دقايق، وده بسبب دوران الكرة الأرضية، فبالتالي نتج عنه إن كل خط طول والتاني ده فيه فرق في الزمن 4 دقايق. طيب ده كان بالنسبة لخطوط الطول. طيب عندك بقى دوائر العرض. دوائر العرض قال لي دوائر أفقية. الأفقي يعني حاجة بالأرض كده، تمام. طيب الرأسي، الرأسي يعني بالطول، عشان لما يجي يقول لك إن دوائر العرض دوائر رأسية، لا خطأ طبعا، دوائر العرض دوائر أفقية يعني بالعرض، غير متساوية في الطول، بترسم حوالين الكرة الأرضية. طيب الدرجة أو دائرة العرض الرئيسية هي إيه؟ قال لي دائرة اسمها دائرة الاستواء. درجتها كام يا ميس؟ درجتها صفر، ودي أكبر دوائر العرض. جماعة بعد إذنكم اللي بيكح يعمل ميوت. طيب
يبقى انت عندك بعد كده يا ولاد ان دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. طب ودي درجتها كام؟ درجتها صفر، ودي اكبر دوائر العرض. طيب دي بتقسم الكرة الأرضية لإيه بقى؟ قال لي بتقسم الكرة الأرضية لجزء في الشمال وجزء في الجنوب، يبقى أنت عندك خط جرينيتش بيقسم الكرة الأرضية لجزء في الشرق وجزء في الغرب. طيب الكرة الأرضية اللي قصدي عفوا خط دائرة الاستواء بتقسم الكرة الأرضية لجزء في الشمال وجزء في الجنوب. طيب كمان قال إن هي تعرفها دي نصف دوائر، يعني عموما أنت عندك إيه دائرة الاستواء أهي تمام اللي هي في النص أهي، قال لي بقى الدوائر اللي فوقيها بتصغر كلما اتجهنا شمالا وجنوبا، يعني معنى كده ان اكبر دائره في دوائر العرض كلها هي دائره الاستواء. طيب باقي الدوائر، لا باقي الدوائر بتصغر كلما اتجهنا شمال وجنوب دائره الاستواء. طيب اهميه دوائر العرض دي ايه؟ قال لي بتساعدني في تحديد مواقع الاماكن شمالا وجنوبا، يعني المكان ده انا بقول عليه شمالا ليه؟ لان هو شمال دائره الاستواء، والمكان ده بقول عليه جنوبا ليه؟ لان هو جنوب دائره الاستواء. وبتساعدني كمان في معرفة أحوال المناخ. بتساعدني إزاي في معرفة أحوال المناخ يا ولاد؟ قال لي علشان المكان اللي هو دائرة الاستواء ده أكثر حرارة، أكثر مكان حرارة على وجه الكرة الأرضية كلها، فبالتالي إن كل ما ابتعدنا عن دائرة الاستواء درجة الحرارة بتقل، فبالتالي أنت عندك إن دوائر العرض بتساعدني في معرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب أنت عندك دلوقتي بقى في بعض الدوائر العرض الرئيسية. ايه هما دوائر العرض الرئيسية؟ عندك دائرتين رئيسيتين المفروض ان انت تحفظهم وتعرف درجة وتعرف درجتهم كام. في مدار اسمه مدار السرطان، وده اللي بيمر بجنوب مصر، وده بيقع عند 23.5 درجة شمالا، شمال دائرة الاستواء. خد بالك هو بيمر في جنوب مصر، لكن هو بيقع شمال دائرة الاستواء ب 23 درجة، علشان ما تتلخبطش في الحتة دي. طيب عندي مدار اسمه مدار الجدي، مدار الجدي ده بقى ايه؟ ده بقى اللي بيقع جنوب دائرة الاستواء، ده برضو درجته 23 درجة ونص، بس بيقع جنوب دائرة الاستواء. طيب ده كان بالنسبة لي خطوط الطول ودوائر العرض. لو انت جيت بصيت كده بقى بيقول لك ان الموقع الفلكي المصري، يعني مصر بتقع ما بين ايه بقى؟ قال لي مصر تقع بين خطي طول 37 و25 شرق خط جرينيتش. يعني انت عندك اهو اهو ادي خط جرينيتش اهو، طبعا هو خط جرينيتش طبعا هنا، هي بقى بتقع في شرق خط جرينيتش، بتقع عند درجة اهو 37، خط طول 37 و25 شرق خط جرينيتش، يعني هي ماشية، يعني هي داخلة كمان، لحظة واحدة يا جماعة اهو، هي داخلة كمان خد بالك على درجة 27، يعني انت عندك اهو تقع بين خطي طول 25 اهو، 25 هنا اهو تمام، وهنا 37، هي في الحتة دي ما بين خطين الطول دول. طيب بالنسبة لدوائر العرض، قال لي دوائر العرض اهو الدايرة اللي تحت اهي 22 شمال دائرة الاستواء، طب والدايرة اللي فوق دي 31 و36، يعني هي داخلة كمان على دايرة 32، 31 ونص تعتبر تمام شمال دائرة الاستواء. يبقى انت عندك مصر كده بتقع، عرفت ليه ازاي بتقول ان هي بتقع في الجزء الشمالي الشرقي؟ ليه؟ لان هي خط الطول بتاعها شرق خط جرينتش، طيب ودوائر العرض بتاعها شمال دائرة الاستواء، عشان كده بقول عليها بتقع في الجزء الشمالي الشرقي. عفوا. طيب ايه النتيجة اللي اترتبت بقى على الموقع الفلكي ده؟ ايه النتيجة اللي اترتبت على الموقع الفلكي ده؟ قال لي إن مصر وقعت أو وقوع معظم الأراضي بتاعتها في مناخ الإقليم الصحراوي الحار. يعني معظم الأراضي بتاعت مصر كده بقت مناخ إقليم صحراوي حار، ما عدا، خد بالك من كلمة ما عدا دي، الأراضي الشمالية، الأراضي الشمالية دي بتقع ضمن إقليم إيه؟ مناخ البحر المتوسط، يعني أي حتة في الشمال دي لو جيت مثلا شاور لك على المدينة دي مثلا وقال لك المدينة دي اللي هي مدينة بورسعيد بتقع ضمن إقليم إيه؟ هتقول له ضمن إقليم البحر المتوسط. طيب لو جه شاور لك مثلا على محافظة أسوان قال لك المحافظة دي بتقع ضمن إقليم مناخ إيه؟ لا طبعا بتقع ضمن إقليم مناخ الصحراوي الحار. تمام؟ ده كان بالنسبة لي الدرس بتاع موقع بلدي. لو أنت جيت دخلت على الدرس التاني هنراجع مراجعة سريعة برضو عليه قبل ما نحل. تمام؟ اهو الدرس التاني اسمه نشأة الحضارة المصرية القديمة. طيب
دلوقتي انت عندك درس نشأة الحضارة المصرية القديمة، ده بيكلمك عن ايه؟ قال لي بيكلمك عن المصر القديم، وازاي المصريين القدماء قدروا ان هم يتعايشوا قبل بقى زمان خالص، قبل حتى ما يكون في حتى حاجة اسمها كمان فراعنة. يعني الكلام دوت من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هو ازاي بدأ ان هو يعيش؟ قال لي ان مراحل بقى نشأة الحضارة المصرية، يعني في، يعني الكلام اللي انا بقوله لك ده قبل اصلا ما يكون في حاجة اسمها حضارة مصرية قديمة، قبل ما يكون موجودين في حاجة اسمها فراعنة. ازاي الناس دول عملوا الحضارة بتاعتهم؟ وازاي ان انا بقى عندي حضارة اسمها حضارة مصرية قديمة او الفراعنة دولت بقوا موجودين؟ قال لي اول حاجة، اول مرحلة خالص اسمها مرحلة التنقل والترحال. ودي ان المصر القديم فيها كان عايش في حتة اسمها فوق الهضاب، الهضبة، طبعا انت عارف الهضبة، المصري القديم بقى عايش فوق الهضبة. طيب، وكان دائم التنقل، يعني كان بيسيب الهضبة دي يروح يعيش في الهضبة دي وهكذا. يبقى هو دلوقتي انت عندك المصري القديم كان ايه؟ كان دائم التنقل. طيب، غير ان هو كان دائم التنقل بقى، يعني مثل لما كان بيجي ينام كان بينام فين؟ قال لي بينام في حتة اسمها الكهوف. يبقى هو دلوقتي كان بيسكن فين؟ كان بيسكن الكهوف. هو كان بيعيش فوق الهضاب وبيسكن الكهوف، لما كان بيجي ينام بالليل كان ينام في الكهف. طيب، كان بياكل ايه؟ قال لي كان بيجمع الثمار وصيد الحيوانات، كان بيجمع اي ثمره او اي نبات بيلاقيه قدامه بياكله، كان بيصطاد الحيوانات. طبعا ده كان منظره الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب، ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لي بعد كده حل حاجه اسمها الجفاف. ايه الجفاف دوت؟ يعني ما بقاش فيه ميه خالص. طيب، فبالتالي الحيوانات اللي كانت بتشرب من الميه ماتت، والنبات اللي كان بيطلع من الميه ما بقاش يطلع، برضه مات. فبالتالي الانسان عمل ايه بقى؟ هو ما يقدرش يعيش من غير ميه، وفي نفس الوقت ما فيش اكل ولا في حيوانات، هيعمل ايه؟ نزل لحته اسمها وادي النيل. خلاص، بدل ما كان عايش فوق الهضبه، لا، نزل لوادي النيل، نزل تحت على الارض. فلما نزل تحت على الارض لقى في ميه، اللي هو نقى النيل طبعا. راح حصل ايه بقى؟ قال لي بدات مرحله الاستقرار. طيب، فاستقر المصري القديم. طيب، انا دلوقتي قعدت وجنبيا ميه وفي تربه خصبه، تربه خصبه يعني تربه صالحه للزراعه، راح اعرف حاجه اسمها الزراعه وتربيه الحيوانات. بدا ان هو يزرع، فلما بدا ان هو يزرع ما ينفعش ان هو يزرع الارض بتاعته ويسيبها ويمشي زي ما كان دائم التنقل والترحال فوق، ان هو يقعد في حته شويه وتاني يوم يمشي ويسيبها ويروح يقعد في حته تانيه. لا، خلاص انا زرعت، فبالتالي انا هقعد جنب الارض اللي انا زرعتها، لانها هتطلع لي كل يوم ثمار او هتطلع لي كل يوم نبات. طيب، فهعمل ايه بقى؟ هبني بيت، هبني بيت جنب الارض اللي انا زرعتها. فبدا ان هو يبني حاجه اسمها بيوت صغيره من الطوب اللبن. الطوب اللبن دي زي قوالب طين كده بيحطوها في الشمس لحد ما تنشف وتبقى عامله زي الطوب، فبيسموها الطوب اللبن. طيب، فبدات ان هي تظهر، بدات ان هي تظهر بيوت، تمام، من الطوب اللبن. طيب، البيوت دي يا اولاد، الأول أنت عندك بيت جنب بيت جنب بيت، بدأ إن هو يظهر حاجة اسمها قرى. طيب، وقرية جنب قرية جنب قرية، بدأت إن هي تظهر حاجة اسمها المدن. طيب، بعد ما ظهرت المدن، المدن دي مع بعض كده، مجموعة القرى والمدن مع بعض، نشأت حاجة اسمها الأقاليم. طيب، الأقاليم دي نشأت من تجمع القرى والمدن، عشان لما يجي يقول لك الأقاليم دي نشأت إزاي هتقول له من تجمع القرى والمدن. وكان لكل إقليم منهم حاكم. جماعة، المايك مش معلق يا جماعة، أنا اللي قافلة لكم المايك. المايك مش معلق، أنا اللي قافلة المايك عشان هخلص الجزء ده وبعدين هفتحه لكم تاني عشان هنحل تدريبات. تمام؟ طيب، قال لي بقى إن لكل إقليم كان حاكم وعاصمة ومعبود وجيش بيحميه. يبقى أنت عندك لكل إقليم من دول إيه؟ لكل إقليم حاكم وعاصمة ومعبود وجيش بيحميه. تمام. طيب، نيجي بعد كده بقى، قال لي ان الاقاليم دي كلها بقى مع بعضها اتحدت وعملت ايه؟ قال لي عملت مجموعة اقاليم مع بعض وبقوا اقاليم الوجه البحري. وبعد كده في اقاليم تاني عملوا مجموعة اقاليم مع بعض كلهم وسموا نفسهم اقاليم الوجه القبلي. اتحدوا وعملوا حاجة اسمها مملكة الشمال، ودول اتحدوا وعملوا حاجة اسمها مملكة الجنوب. طيب، مملكة الشمال العاصمة بتاعتها كانت منطقة اسمها بوتو. فين بوتو دي؟ بوتو دي موجودة في كفر الشيخ. طيب يا جماعة، اللي عنده سؤال يكتبه جنبه وهفتح المايك وهتقولوا. خلاص، أنا خلصت، هو ده آخر درس وهنفتح المايك. سجل عندك السؤال بتاعك على جنب، وأول ما أفتح المايك على طول اسألني السؤال اللي أنت عايزه. العاصمة بتاعت مملكة الشمال عاصمة اسمها بوتو، تمام؟
طيب لون التاج بتاعهم كان ايه؟ كان لونه احمر. يبقى انت عندك الشمال لونه احمر، والعاصمه بتاعتهم عاصمه اسمها بوتو. فين بوتو دي؟ موجوده دلوقتي في كفر الشيخ. طيب مملكه الجنوب، مملكه الجنوب العاصمه بتاعتها اسمها نخب، اهي موجوده هنا اهي، العاصمه بتاعتها اسمها نخب. لون التاج بتاعهم اسمه ايه؟ عفوا لون التاج بتاعه لونه ايه؟ لونه ابيض. طيب خد بالك برضو من الوان التاج، الشمال لونه احمر والجنوب لونه ابيض. طيب اللي حصل بعد كده ان المملكتين دولت على طول كانوا في خناق، كانوا على طول بيتخانقوا مع بعض، كل واحده فيهم عايزه ان هي تسيطر على التانيه. طيب انا دلوقتي في مره عايزين ان هم يعني مملكه الشمال، يا جماعه ايوه دي مراجعه يا جماعه، اكيد انا مش بشرح الدرس من اول وجديد، انا براجع عليه. ممكن بعد اذنكم محدش يكتب على الشاشه تاني بس لحد ما نخلص، وبعد كده اللي عنده سؤال يسأل بعد اذنكم. زي ما انا قلت لكم ان المملكتين دولت مع بعض على طول كانوا في خناق، كل واحده فيهم عايزه تسيطر على الثانيه. فايه اللي حصل؟ علشان ان هم يحققوا وحده البلاد، يعني مملكه الجنوب عايزه تسيطر على مملكه الشمال وتبقى مملكه واحده، ومملكه الشمال نفس الكلام عايزه تسيطر على مملكه الجنوب ويبقوا مملكه واحده. فحصل وحدتين. وحدتين يعني ايه؟ يعني معركتين قدروا ان هم يحققوا فيهم وحده. اول وحده خالص دي كانت سنه 42، 42 قبل الميلاد، ودي مملكه الشمال فيها نجحت ان هي توحد مصر، تمام، وانتصرت على مملكة الجنوب واتخذت مدينة اسمها مدينة أون هليوبلس، واتخذت مدينة اسمها مدينة أون هليوبلس، تمام، اللي هي موجودة حاليا في عين شمس عاصمة للبلاد. ولكن على طول الوحدة دي فشلت للأسف، ما استمرتش، وانقسمت البلاد مرة تانية، مملكة الجنوب لمملكة الشمال، لحد ما ظهر واحد اسمه الملك نعرمر أو مينا، ده كان حاكم مدينة طيبة أو الأقصر حاليا، تمام. طيب الملك ده حصل ايه؟ الملك ده قدر ان هو ينتصر على مملكة الشمال ووحد البلاد للمرة الثانية سنة 3200، بس المرة دي بقى الوحدة دي نجحت. طيب وبعد كده راح بنى مدينة اسمها من نفر، اللي هي المفروض بعد كده اتسمت منف، يعني المدينة دي بعد كده المصريين سموها منف. طيب ودي موجودة في القرب من قرية اسمها قرية ميت رهينة، تمام، واتخذوا المدينة دي عاصمة للبلاد. الملك ده هو اللي أسس أول أسرة، أو اللي هو اللي عمل اللي بدأ إن هو ينشأ أساسا من بعديه الأسر اللي هي الأسر الفرعونية والملوك. فمين أصلا أسس أول أسرة حاكمة؟ اللي هو الملك نعرمر، وسمى العصر بتاع الملك نعرمر اسمه العصر العتيق، اللي هو عصر ما قبل الأسرات، تمام، اللي هو أصلا عصر قصدي ما قبل التاريخ، اللي هو العصر العتيق، تمام. طيب أعمال الملك نعرمر ده إيه؟ إن هو طبعا أول أسس أول أسرة حاكمة. طيب ولبس التاج المزدوج، لبس التاجين على بعض، تاج مملكة الشمال وتاج مملكة الجنوب، وسجل انتصاراته على مملكة الشمال على لوحة اتسمت لوحة الملك نعرمر أو لوحة الملك مينا، تمام يا ولاد. ده كان بالنسبة لي أول درسين موجودين عندكم. طيب هفتح برضو المايك دلوقتي علشان اللي عنده سؤال يسأله. طيب هنبدأ بأحمد الشامي، يلا يا أحمد. يا مس البحر المتوسط. أول رقم واحد بيشير رقم واحد إلى البحر المتوسط، تمام. نعم. مس انا هقعد لما جيت انت تقولي لي على السؤال اللي انا قصدي اساله لك، اللينك طلعني عندي سؤال دلوقتي. طب اتفضلي يا هدى اسألي، عايزة تسألي على إيه؟ لما الشمال والجنوب كانوا بيتعاركوا عشان يكونوا عاوزين يكونوا مملكة واحدة وجيش واحد، طب هما ليه يعني كانوا بيتعاركوا عشان يكونوا مملكة واحدة وجيش واحد؟ عشان كل واحد يسيطر على التاني، كل واحد يكون هو اللي معاه حكم البلد، فاهمه؟ يعني كل واحد يكون هو اللي بيحكم المملكه التانيه، يعني زي ما تقولي كده صراع على السلطه، صراع على الحكم، فاهمه؟ طب مستر أنا جديد، اتفضل يا ياسر، محتاج تسال على حاجه؟ أنا ياسر عم، اتفضل. أنا واحد جديد هنا. اهلا بيك يا استاذ ياسر. طيب انت في الدرسين اللي احنا راجعناهم دلوقتي مع بعض، في حاجه عايز تسال عليها؟ لا أنا فاهم كل حاجة، وحتى أنا 86. طيب حد عنده سؤال تاني يا ولاد؟ طيب يا أنا استاذ، بس اتفضل قول. ثواني يا مس، صح بس الثواني. طيب يا مس، يعني ازاي يا مس في دوائر العرض يا مس الأهمية بتاعتها
ازاي بيعرفوا المناخ يا مصر؟ مين اللي بيسأل يا يعني في جماعة؟ ناس، بصوا انا مثلا اسمي محمد، قول يا محمد، ازاي دوائر العرض بنعرف منها احوال المناخ، صح كده؟ بس انا اسم محمد. ما هو ازاي في ناس يا مس بيقولوا لنا مثلا، بيبعتوا مثلا في اي حته على الفيسبوك، على اعلانات، على اي حته كده، يقولوا انه بكره الحراره هتبقى كذا، بيعرفوا ازاي؟ طيب بصي يا اسر، دلوقتي انا قايله لك ان دائره الاستواء دي، المنطقه دي اكتر مكان درجه حرارته عاليه في الكره الارضيه كلها، فبالتالي ان دوائر العرض اللي هي شمال وجنوب دائره الاستواء، شمال وجنوب دائره الاستواء، كل ما بتبعد عن شمال وجنوب دائره الاستواء بتقل درجه الحراره. فانت عندك مثلا لو في دائره عرض، تمام، ديت مثلا شمال دائره الاستواء مثلا بعيد قوي عن دائره الاستواء، فبالتالي هعرف منين المكان دوت درجة حرارته ايه؟ عن طريق ان المكان ده بعيد عن دائرة الاستواء ولا قريب منها. لو المكان ده بعيد عن دائرة الاستواء يبقى بالتالي درجة حرارته مش هتكون عالية، يعني هيكون درجة حرارته قليلة. وده بيفسر لان انت عندك القطب الشمالي والقطب الجنوبي فيه جليد، فيه تلج. ليه؟ لان هو بعيد جدا عن دائرة الاستواء. طيب لو انا دلوقتي شاورت لك على مكان والمكان ده قريب من دائره الاستواء، من غير ما تعرف المكان ده اسمه ايه اصلا هتقول لي لا المكان ده درجه حرارته عاليه والمكان ده دايما بيكون حر. طب انا عرفت منين؟ لان هو قريب من دائره الاستواء. فاهم كده يا اسر؟ ايوه ماشي. يبقى انت عندك دائره الاستواء هي اللي بتحدد لك المناخ، كل ما بتبعد عن دائره الاستواء درجه الحراره بتقل، لكن كل ما بتقرب من دائره الاستواء درجه الحراره بتزيد. حد عنده سؤال تاني يا ولد؟ لا يا مس، لا يا مس، اتفضلي. نقول لا. اتفضلي يا جماعة، حد عنده سؤال تاني؟ لا الصفحة صفحة كام؟ الصفحة صفحة 86 بنحل فيها. يلا كله يقفل المايك. يلا يا أيسل حلي معايا تاني سؤال. يشير رقم 2 إلى منطقة تقع في الإقليم الصحراوي الحار، صح ولا خطأ؟ صح يا مس. رقم 2 هي فين؟ رقم 2 اهي بيشير الى منطقه تقع في الاقليم الصحراوي الحار، تبقى الاجابه صحيحه. يلا يا ادم صوب. يشير رقم 3، يشير رقم 3 الى حدود مصر الجنوبيه. رقم 3 اهو بيشير لحدود مصر الجنوبيه، صوب. هو بيقول لك صوب كلمه الجنوبيه دي، هتبقى ايه بدل الجنوبيه؟ ادم غلط يا مس، هو مش صح وغلط، هو عايزك تصوب كلمة الجنوبية، يعني هتشيل كلمة الجنوبية دي وتحط مكانها كلمة تانية. الشرقية هتبقى الشرقية. برافو عليك. مسوى الشرقية يا مس. امال حطيت لنا الخط ده ليه؟ أكيد نعم؟ معناه مس الشمالية، عشان حطيت لنا مس، بص مش عشان هو حطيت لنا الخط ده يا مس. لا الشمالية فوق، لكن ده هنا الشرقية، ده هنا الشرقية، لكن ده اهو ده هنا كده فوق كده. لحظة واحدة، ايوه مس، بس هو حاطط لنا الخط ده ليه؟ بس عايز اجاوب يا حبيبي عشان ده يقول حبيبي ان ده مدار الجدي، ده مدار الجدي. آه عفوا، ده قصدي مدار السرطان، انا اسفة معلش، ده مدار السرطان. هو حاطط لك الدايرة فوق اهي، مالكش دعوة بس مدار بالمدار السرطان. السرطان، هو بيقول لك اللي تحت ده اهو مدار ايه، حاطط لك رقم عليه اهو، فده المفروض اللي هو مدار السرطان. مش تعالى جاوب. مدار السرطان، مش مدار السرطان يا مس فوق، لا مدار الجدي، يا مدار جماعة ده مدار الجدي السرطان صح. بيمر في جنوب مصر، مدار السرطان يا جماعة معلش أنا اتلخبطت بعتذر، ده مدار السرطان أهو بيمر في جنوب مصر أهو، حتى ايوه أهو مش صح، هكتبها تحت أهو، لأن ايوه إحنا صح أصلا يا مس. جاوبناها. حاضر يا جماعة ثواني، احنا حتى اهو جاوبناها اهو، هنكتبها اهو تحت اهو مدار السرطان. بس عايز اجاوب. لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة، احنا ماشيين بالدور. يلا يا حمزة، بتقع مدينة رقم 4 ضمن اقليم ايه؟ البحر المتوسط. ممتاز، برافو عليك، البحر المتوسط. ناس ممكن انا اسر محمد. يلا يا آسر، أنت عندك بعد كده ظاهرة طبيعية بتمتد على الحدود المصرية الليبية، الظاهرة اللي موجودة هنا اللي بتمتد على الحدود المصرية الليبية اسمها إيه؟ تعرف؟
مش اسر مين؟ اسر عمرو ولا اسر محمد؟ آسر محمد. ماشي. دار طبيعية تمتد على الحدود المصرية الليبية هتبقى ايوه اسمها ايه تعرفها؟ انا أيوة مش عارفه. مسارة. ماشي انا معاك اهو، ثواني يا جماعه، هو زميلنا هيجاوب. هتبقى مس ترنس. ثواني. مش عايزه ابقى انا لو هو ما جاوبش. طيب عارف يا اسر؟ أيوة مس هتبقى مس انا اسف. بحر الرمال العظيم يا مس. ايوه بالظبط، بحر الرمال العظيم. كنت عايزه اقولها. يلا يا اسر عمرو، جاوب بقى السؤال اللي بعده. ايه الرمال يا اسر العظيم؟ نعم. جاوب السؤال اللي بعده، سؤال كام؟ أو رقم اتنين، منخفض ايه؟ بيقول لك منخفض ايه رقم اتنين؟ انخفض الفيوم. منخفض الفيوم. جماعة محدش يكتب، يا جماعة أنا بكتب على الشاشة، محدش يكتب عشان زمايلنا ما يتلخبطوش. اللي بيكتب ده مصطفى. يكتب عنده في الكتاب. مصطفى يبقى انت عندك رقم اتنين، منخفض الفيوم. ماشي برافو عليك. طيب يلا يا جودي. ضرب أنقرة تتولد الجبال رقم 3 ببعض حركات الانتقالية. صح. تمام الإجابة صحيحة. يلا يا هدى. هدى حمودة. قمة جبلية تتكون السلوك عليها في فصل الشتاء. القمة الجبلية دي اللي تتكون عليها السلوك في فصل الشتاء اسمها ايه بقى يا هدى؟ القمة دي اهي. جماعة مش قلت مش عايزة حد يكتب على الشاشة؟ يلا يا هدى. سامعيني يا ماما؟ يلا، مس هدى القمة ولا الجبلية هدى تتكون حمودة؟ عليها السلوك في فصل الشتاء تسمى ايه؟ القمة الجبلية اللي في الآخر دي اهي. مس نعم يا مس هدى انا ولا هدى حمودة؟ هدى حمودة. مس ها يا مس. ايوه، تمام مش انا هدى. عارفة يا هدى؟ انا عارف. الجبل قولي قولي صح. الجبل ماشي الجبل ده بقى اسمه ايه؟ ما هو جبل فعلا، اسمه ايه بقى الجبل ده؟ طيب تعرفي يا هدى؟ هدى التانية تعرفي؟ نعم. ثواني يا جماعة، تعرفي يا هدى؟ يا مس ايوه صح. قولي يا مس. نعم البيت ايه؟ بتقول لي رقم 4 اللي في الخريطة. يا رقم جماعة 4 عارفين ولا مش عارفين؟ يا بس انا عارف. احمد قول قول يا أحمد. جبل سانت كاترين. يبقى جبل سانت كاترين. هو انتوا يا جماعة بجد ما كنتوش عارفين الجبل ده جبل ايه؟ يا بس انا لا والله بس انا عارفه. عارفه، بس وعايزه اقولها من زمان. بس انا في عارفه جنوب وانا في سنه رابعه. سيناء يعني جبل سانت كاترين. بس ممكن اجاوب انا شام. طيب السؤال حاضر يا تافه. شام، هتجاوبي؟ حاضر. سانت كاترين. ازاي ده مش عارف؟ جماعة ثواني بس، في حاجة مش عارفة ماله المايك. اكتبها لك انا بس. لا لحظة واحدة يا جماعة، مش عارفة الكيبورد بيعلق باين.
كبارة طب ماشي يا جماعة، لو حد عارف يكتب اكتب، لان الكيبورد عندي معلق. كبالك يا بس ماشي اكتب. انا اكتبها. مش عارف ليش انا ماشي بعرف يلا اكتب يا على هشام، جاوبي اللي بعدها. ثواني يا جماعة، ثواني يا جماعة، انا ماشية بالدور، انا ماشية بالدور يا جماعة، ثواني. يلا يا هشام جاوبي اللي بعدها. يشير رقم خمسة، يشير رقم خمسة إلى دولة إيه؟ رقم خمسة يا هشام. مش السودان، ممتازة، برافو عليكي، دولة السودان. هديكي تكتبيها يا مس انا هقعد على السطر ما قلتش يا مس يا مس حبيبتي. حاضر حاضر، ثواني. تعرفي تكتبيها يا هشام؟ ايوه يا مس بعرف. طيب ثواني خلاص يا جماعة، بصوا عشان بس اللي ايه، نمشي بالدور، اللي هيجاوب هو اللي يكتب. تمام، اكتب تمام بيها يا يا شيخ. مس ماشي. طيب عبيدة افتح المايك كده يلا وجاوب معايا. نعم يا ميس. يلا يا عبيدة، دلوقتي بيقول لك انت عندك اهي، بيقول لك دولة، طبعا الخريطة اللي بعدها صواب ام خطأ. يشير رقم واحد إلى أصغر، إلى جزء من أصغر الوحدات التضاريسية. جماعة هو أنتوا كتبتوا الكلام ده ولا لأ عشان هنمسحه؟ مصر كتبته الحمد لله. لسه بس المفروض ما كتبتش الحمد يا لسه لله لسه. يا مس مس طيب ممكن بعد إذنكم اللي ما كتبش يكتب بسرعة يا يلا، عشان مس عايزة أمسح عايزة أمسح الجزء يا ده. مس نعم مس حاضر إن شاء الله كده يستاني يا مس قرب مس تخلص. ممكن ما تخليش حد مس ممكن ما نعم تخليش حد تاني غير السؤال ويكتب عشان انا بشتت من كده. خلص انا بشتت. خلص. طيب أنا كتاب ثواني يا جماعة يلا، مين اللي كان عليه الدور يا جماعة؟ مين اللي كان بيجاوب؟ يلا يا عبيدة، انت اللي كنت بتجاوب يا عبيدة صح؟ أنا مس يلا يا عبيدة، رقم واحد بيشير إلى جزء من أصغر الوحدات التضاريسية في مصر، اللي هو اسمه إيه بقى الجزء ده؟ جماعة أنا همسح يلا الكتابة عشان بس عايزة أوضح الصورة لزميلكم. ماشي يا ملك. مس هو احنا فراك في جي جي مس نعم، شبه جزيرة سيناء. بص هو مش بيقول لك رقم واحد ده ايه، هو بيقول لك صح ولا غلط. هو بيقول لك رقم واحد ده بيشير لأصغر جزء، لأصغر وحدات تضاريسية، صح ولا غلط؟ صح طيب صح، دي جبتها منين؟ رقم واحد ده جزء من أصغر الوحدات التضاريسية. لا طيب ايه اصغر وحدة تضاريسية عندك خالص؟ ايه؟ دلتا ايوه. طيب يبقى انت عندك الجزء ده اصغر وحدة تضاريسية عندك خالص اللي هي الدلتا. جماعة بعد اذنكم اللي عنده دوشة يعمل ميوت. غلط. تمام، هتبقى الاجابة خاطئة. بس ممكن اجاوب اللي بعدين. لحظة واحدة يا جماعة. طيب تسنيم، تسنيم ممكن تفتحي المايك وتجاوبي معايا؟ جماعة اللي جاوب بس يدي فرصة لزمايله اللي ما جاوبوش بس ان هم يجاوبوا. يلا يا تسنيم، رقم اتنين، رقم اتنين بيشير إلى منخفض إيه؟ المنخفض ده يا تسنيم تعرفي اسمه إيه؟ يا مس كمبيوتر فصل عليا. ثواني يا جماعة، تسنيم تعرفي المنخفض ده اسمه منخفض ايه؟ محمد الفيوم معلش تعالي صوتك بس لان الاخر محمد مش سامعاكي. الفيوم محمد الفيوم مش سامعاكي يا تسنيم صدقيني. بتقول الفيوم يا بس. لا يا تسنيم، في منخفض تاني، منخفض الفيوم اللي هو الصغنن خالص ده، ده منخفض الفيوم اللي هو الصغنن خالص ده، في منخفض هنا بقى منخفض كبير اسمه منخفض ايه؟ اسمه منخفض القطارة.
بكرة جاوب اللي بعدها لو مس سمحتي. مس في نعم حد مس في حد دخل يا مس جديد اسمه منخفض حد القطارة. جماعة ممكن نهدى لو سمحت؟ يا مس في حد جديد اسمه في واقع في حد جديد دخل هل هتفصل الخط؟ طيب رقم 3 يوسف عصام بيشير رقم 3 إلى وادي جاف، الوادي ده بنسميه وادي إيه؟ رقم 3 ودي ال العلاقي تعرف يا يوسف؟ مثل عارف يا بس لا سامعين يا يا مس جماعة؟ علي صوتك بس لا يا مس ما مثل تعرفش؟ عارف أحمد أحمد طيب يا مس ثواني، مصطفى تعرف يا مصطفى؟ مش فاكرة نعم والله بس خالص. تعرف الوادي اللي هو رقم 3 ده اسمه وادي ايه؟ ده وادي ال ايوه وادي العلاقي. وادي العلاقي، شاطر. جماعة طب مش ممكن فاكرة بعد جواب اللي اذنكم بعدها. محدش يكتب على مش الشاشة، ده انا مش وادي هقول مين تاني، يا مس؟ مش ده لو وادي تاني مين ممكن اللي يكتب على جاوب اللي الشاشة. بعدها؟ مش مش ده فاكرة وادي جواب مين؟ اللي بعدها؟ لحظة واحدة يا جماعة، اللي جاوب لو سمحت تدي فرصة لزمايله اللي ما جاوبوش، لحظة واحدة. مش وادي ده العلاقي وادي مين؟ مش ده وادي مين؟ يا بس ما جاوبش. يا بس احمد ما جاوبش. يا بس جاوب يا احمد، جاوب اللي بعدها. هضبة الجلف الكبير. تمام، هضبة الجلف الكبير. اكتب بقى، اكتب بقى وادي العلاقي لان الكيبورد عندي معلق، واكتب اللي تحتها ده هضبة الجلف الكبير لزمايلك. أنا هكتبها تمام يا بس احمد أنا بس اللي هكتبها. بيكتب، ما لاقيش 100 واحد بيكتب على الشاشة. طيب شام، يلا يا شام. رقم 5 تكونت المنطقة اللي هي رقم 5 دي، أهو بيقول لك المنطقة اللي رقم 5 دي تكونت بفعل إيه؟ التعرية المائية. ممتازة يا شام، برافو عليكي. التعرية المائية، تعرفي تكتبيها؟ اوكي مش هأشر عليها واكتبها هي بس. مكتوبة أهي، هي قصدي يعني هي أصلا متعلم عليها، أنت ممكن بس تكتبيها. تمام. شيل امي ايدك من على الزفت. ناس اذا يا ميسي رقم 5 هتكون ايه؟ رقم 5 التعرية المائية زي ما زميلتنا قالت. طيب يا أحمد ثواني عشان أنت للأسف بتكتب غلط، فلحظة واحدة يا أحمد. ماشي انت ما عامة هي كتبت. متقشرة، هي متقشرة، هي متقشرة، على أنت ممكن تعملي خط عليها يا شام، اعملي خط عليها وخلاص. تمام ماشي لو سمحت انت لما جاوبتش. اسمك ايه؟ انا هدى يا مس، يا مس انا يلا هدى يا من هدى جاوبي الأسئلة السؤال أصلا. اللي بعده. يلا يا هدى، بس سؤال رقم 5 كان ايه؟ ثواني يا جماعة. لسه اجاوب صح وغلط؟ اه يا حبيبتي، طب الصفحة اللي بعديه تكون مصر في الركون تقع الشمالي الغرب، الركون تقع مصر الشمالي في الركن الغربي الشمالي الغربي. جماعة ممكن بعد إذنكم، مش عايزة حد يتكلم غير زميلتنا اللي بتجاوب. من يا بس قرن قرن قريت فرقة بقولها عادي. إفريقيات غلط. بتقع مصر في الركن الشمالي الغربي من قارة أفريقيا، صح ولا غلط يا هدى؟ ثانية غلط يا جماعة، مش عايزة حد يجاوب غير زميلتنا يا جماعة، مش هقول لا يا تاني. ريس انا بقول لك اللي هي قالت غلط. قلت غلط يا مس. ماشي، يبقى انت كده عندك رقم 1 غلط في الركن الشمالي الشرقي. تمام. طيب
يلا يا أيصل، تتسع دوائر العرض كلما اتجهنا بعيدا عن دائرة الاستواء. كده يا مستر، تتسع دوائر العرض كلما اتجهنا بعيدا عن الاستواء. أيوة آه صح. دوائر العرض بتتسع ولا لا ثانية كده يا مستر، تبقى خطأ طبعا. هتبقى الإجابة خاطئة. تمام شاطرة. طيب يمر مدار السرطان في الجزء الشمالي من مصر. يلا يا آدم، مدار السرطان بيمر بالجزء الشمالي من مصر، صح ولا غلط؟ يا مس نعم غلط، الجزء الجنوبي. مس انا دلوقتي يا مس نعم انا دلوقتي رايحة مشوار، فهفضل لحد اخر الحصة لحد ما نروح المشوار وهطلع. تعالي لو خليتي حد منهم يعتذر لي من مس كونكت. انا ما اقدر تمام يا شام. اعملها. تمام يا شام، انا هفضل موجودة. مس انا جاوبت خالص، فاروح وانا كاتبة الصفحة دي كلها، فاروح يا مس دلوقتي واغير هدومي وجاية. ماشي يلا يا جودي. بتعد هلو القرية، بتعد القرية الفرعونية متحفا مفتوحا في الجيزة. معلش انا كنت قبل معاك صح؟ جودي انت سامعاني؟ كنت قافلة المايك يا مس، كنت بقاك بس قافلة المايك. بقول لك يا مس طيب ماشي الإجابة يلا دي جاوب هتكون السؤال. صح؟ صح؟ تمام، هي بالفعل القرية الفرعونية وجهة سياحية شهيرة بتقع في الجيزة وبتعتبر متحف. ممتازة، برافو مس عليك، تبقى الإجابة صح. مس مس ولا بقى عشان الحصة قربت تخلص. أول ما الحصة ما هتبدأ تخلص هنحل الجزء ده وأقول لكم الواجب إيه. بيتميز الجزء الأوسط من شبه جزيرة تمام. سيناء، الجزء الأوسط بشبه جزيرة سيناء بانتشار الهضاب. نختار مين؟ نختار يلا يا أحمد. كده بيت في الوقت دي شي بزيت انا ان شاء الله طبعا صح. بس نعم، تبقى الإجابة حاجة صح. صحيحة. تمام يلا يا حمزة. بتمثل الدلتا الجزء الأصغر من مساحة الأراضي الزراعية. الدلتا بتمثل الجزء الأصغر من مساحة الأراضي. يا توسل صح. صح إزاي يا حمزة؟ الدلتا الجزء الأصغر من غلط مساحة الأراضي الزراعية. غلط. تمام، هتكون الإجابة خطأ. جماعة ممكن ما حدش يكتب كتير على الشاشة لأن كده زمايلنا أصلا مش بيبقوا عارفين الإجابة إيه. خلاص ما حدش يكتب الصح والغلط. لحظة واحدة. بتقع محافظتها أسيوط وقنا ضمن إقليم مناخ الصحراوي الحار. يلا يا عبيدة. عبيدة، تقع نعم محافظتها أسيوط وقنا في إقليم الصحراوي الحار، صح ولا غلط؟ صح. تمام، هتكون الإجابة صح. طيب أنت عندك دلوقتي يا أولاد بالنسبة للواجب هقول لكم برضو الواجب بتاعكم هيكون إيه. إحنا آخر مرة كنا مدين الاختبار الثالث ده هو الواجب، تمام؟ عندك الاختبار الرابع هيكون الواجب بتاعك. الاختبار الرابع اوكي واجب. بس حضرتك يا مس المرة اللي فاتت ما قلتليش النتيجة بتاعتي. انا كل الامتحانات اللي انتوا بعتوها انا صححتها وبعت لكم الدرجه. طب تمام يا مس، ممكن انا ما شفتهاش عشان بتاعتي. تمام يا ولاد، يبقى انت عندك كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ولاد باذن الله الاختبار اللي هو الثالث ده هيكون الواجب بتاعك. تمام تمام